أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا إمام مسجد ويوضع عندي كتب حتى أضعها في مكتبة المسجد. السؤال: هل يجوز لي أن أذهب ببعض هذه الكتب التي ليس فيها كثير نفع فأستبدلها من مراكز بيع الكتب المستعملة بكتب أكثر نفعا منها؟ نعم، إذا كنت بتبدلها بخير منها فلا بأس، فلا بأس بذلك. إذا كان نفعها في المسجد قليل وهي تشترى، إذا بعتها بثمن كثير وتشتري بها كتب أحسن منها فلا بأس، لأن هذا من باب فعل الأصلح، أن هذا من باب فعل الأصلح. قد تكون كتب دراسية ما تقرأ في المسجد، لكن لو تبيعها على الطلاب وعلى يشترونها لأنه محتاجين إليها فلا بأس بذلك. نعم، أو كانت كتب حساب أو جغرافيا أو هذه ما لها قيمة في المسجد، لكن إذا بعتها تجد الناس يشرونها، تبيعها وتشري بثمنها كتب أنفع منها للمسجد. نعم.